مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقه جديده على الهواء، واحنا بنستقبل عام 2018 ان شاء الله يكون عام النجاح وعام راحه المواطنين. بالتاكيد كل مواطن عنده مجموعه من الاحلام والاماني، وعنده كمان مجموعه من المتاعب والهموم والمشاكل، بيتمنى انه يتخلص من هذه الهموم والمشاكل وانه يحقق احلامه. وكمان الناس بتنتظر انه في عام 2018 ان شاء الله تبتدي تظهر ثمار تحسن الاحوال المعيشيه والاقتصاديه. واحنا بنستقبل عام 2018 قلنا نخليها سهره فنيه خاصه هتشوفوا فيها من نوع خاص، يعني هتشوفوا فيها لقطات نادره جدا لليلى مراد وبليغ حمدي. ليلى مراد في هذه المرحلة العمرية يعني ربما لم نشاهدها كثيرا، يعني لما يبقى فيه مع بليغ حمدي حكايات بينهم وبين بعض، وبليغ حمدي بيسألها بعض الأسئلة، وكمان في مجموعة من الأغاني، بالإضافة إلى هتشوفوا أغاني لوردة الجزائرية وأغاني لمحمد منير ومحمد فؤاد وأحمد عدوية وسميرة سعيد في مراحل زمنية معينة مع بدايات النجاح. بنستعيد هذه الذكريات من خزينة المخرج الكبير الأستاذ جميل المغازي اللي هيبقى معانا بعد قليل بسرعة. تعالوا قبل ما نبدأ هذه السهرة الفنية نشوف بعض الملامح البسيطة جدا. وإحنا بنتكلم عن السياحة العلاجية في مصر، وإحنا بنتمنى أنه مستشفياتنا كمان تكون صورة مضيئة، ده يعني مظهر من مظاهر السياحة العلاجية في مصر نتمنى أنه ينتشر. في إطار السعي لتحويل مصر إلى مركز عالمي للسياحة العلاجية، كانت خطوة إنشاء أول مركز علاجي لتأهيل مرضى ذوي الإعاقة والمخ والأعصاب والعظام والشيخوخة بأحد المنتجعات السياحية العلاجية، ليكون أكبر المؤسسات الطبية في المنطقة العربية للسياحة العلاجية. إن احنا نوصل المريض أو الشخص ذو الإعاقة لأحسن درجة أو أعلى درجة من التعافي، بحيث يبقى يعتمد على نفسه، يشرب نفسه، أكل نفسه، سوق عربية يروح يجي لوحده من غير ما حد يساعده. بنتميز إن احنا عندنا أجهزة حديثة الحمد لله مش موجودة في حتة في مصر، فممكن النهاردة الجهاز بالكمبيوتر يقدر يقيس كل عضلة في الجسم قوة عاملة ازاي. احنا كنا بنسافر بره عشان الامكانيات، النهاردة لو الامكانيات دي موجودة في مصر نسافر بره ليه؟ مركز فيه كل الامكانيات والتجهيزات بتاعت اللي بيحتاجها مريض التأهيل، من علاج طبيعي، من تخاطب لو محتاج، من تعديل سلوك، فكل الحاجات متوفرة وفي فريق مشرف على كل الأمور دي كلها، وبالتالي بيفرق مع المريض في الاستجابة. كنت داخل أول بدرش أقعد، دلوقتي بقعد وبمشي، أنا داخل تحت منضمر خالص، دلوقتي الحمد لله بقعد لوحدي وبعمل حاجة لوحدي. هنا المكان جميل والتأهيل كويس الحمد لله. يعني قعدت برا قبل ما ادخل هنا المره اللي فاتت حوالي 8 شهور برا ما حصلتش نتيجه، وكان يرجع اثر عكسي علي. لما جيت هنا الحمد لله تحسنت، ابتديت امشي شويه بالمشايه والجبال والحمد لله احسن. اصحى من النوم طبعا التمريض معايا يعمل لي كل حاجه، الفطار ويجهزني اروح الجلسه، اخلص الجلسه والملحقاتها يعني كلها. ما فيش مراكز زي هنا بصراحه، يعني ان شاء الله يكون الشفاء هنا على ايديهم واني اطلع على رجلي ثاني زي ما كنت باذن الله. اتعرض علي ان انا اسافر اماكن برا مصر، بس لما جيت هنا لان انا عييت اساسا في مصر وانا مقيم برا مصر، فجيت ما كنتش متوقع ان انا يعني هيقدروا يعالجوني بالطريقه اللي انا احس فيها بالشفاء. ففي الفترة الأولانية جالي نوع من أنواع الإحباط كأي واحد مريض أصاب بمرض فجأة مرة واحدة لقى نفسه قعيد، وبعدين شوية شوية ابتدى يسترد الأمل، فشوية شوية نتيجة العلاج اللي اتبعوه معايا هنا في الدار فابتديت حسيت إن حالتي اتحسنت. أنا شفت مثلا مستشفيات في كندا وفي أمريكا وشفت نظامهم زي الحشب 8-8، فقلت لأولادي أنا برا لأ، أنا لازم في مصر، كل حاجة في مصر.